أعلنت وزارة المالية التونسية سداد دفعة بقيمة 506 ملايين دولار من ديون تونس الخارجية، وهي أكبر دفعة هذا العام. وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية بعد أن شهدت زيادة في أعباء ديونها وتقلص اقتصادها بنحو 9% العام الماضي، إلى جانب عجز مالي تجاوز 11%. وقد حذر خبراء اقتصاديون من تراجع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بسبب سداد الديون، وهو ما يضر بقيمة العملة المحلية. من تونس تنضم إلينا جنات بن عبد الله، الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي. سيدة جنات، سأبدأ معك من إعلان تونس سداد دفعة بقيمة أكثر من 500 مليون دولار من ديونها. كيف ترين أولا هذه الخطوة؟ نعم، تونس ستفي بوعودها، وهذا القرض يعود إلى سنة 2014، حيث خرجت تونس على السوق المالية العالمية للاقتراض من أجل تمويل ميزانية الدولة، وهذا القرض جاء على مدة 7 سنوات على أن يتم تسديد الدين دفعة واحدة. واليوم تلتزم تونس بدفع بتسديد هذا الدين، وقد صرحت وزارة المالية عن إيفائها بهذا الالتزام. واليوم الاحتياطي من العملة الصعبة إلى تاريخ 19 جويلية الشهر الجاري هو في حدود 21 مليار دينار، وهو ما يعادل 130 يوم توريد. وإذا ما عدنا إلى هيكلة هذا الاحتياطي من العملة الصعبة، نجد أن جزء كبير منه ليس من مواردنا الذاتية، أي من موارد تونس الذاتية، ولكن يعود إلى 4 أقساط قروض من صندوق النقد الدولي. وبالتالي اليوم احتمال إيفاء تونس بالتزاماتها، باعتبار أن هذه السنة إلى جانب تسديد القرض في شهر جويلية، تونس مطالبة أيضا، هناك دين مجمع للبنوك المحلية وهو بالعملة الصعبة في حدود 203 مليار أورو في شهر أوت، على الحكومة أو الدولة التونسية أن تسد، يتم تسديد هذا الدين. ونتساءل من أين ستأتي بالموارد، خاصة وأن الاحتياط من العملة الصعبة هو اليوم في منحى تنازلي، والاقتصاد أيضا في منحى تنازلي، وهناك تقلص اقتصادي، وخبراء يحذرون من أن سداد الديون وإن كان يعطي صورة إيجابية عن تونس في المحافل الدولية، إلا أنه قد يؤثر على احتياطيات العملة الصعبة. لماذا اختارت الحكومة ذلك برأيك؟ تونس إلى حد الساعة ترفض إعادة جدولة للديون، باعتبار أن هذا يمس من سمعة تونس، ويعني أن باب نادي باريس سيتم فتحه، وهو حقيقة ما يجعل تونس تخضع لضغوط كبيرة جدا، إلى جانب الضغوط الممارسة عليها من قبل صندوق النقد الدولي المتعلقة بالسياسة المالية العمومية، وأيضا المتعلقة بالسياسة النقدية بالنسبة للبنك المركزي. وتعلمون مسألة استقلالية البنك المركزي التي ترفض على البنك المركزي التمويل المباشر لميزانية الدولة، وجعل ميزانية الدولة رهن لدى البنوك المحلية. واليوم هذه الميزانية هي مطالبة بتسديد ديون مجمعة في شهر أوت، وأيضا في شهر نوفمبر المقبل، أيضا بالعملة الصعبة. ويبقى التساؤل في ظل انعدام عائدات السياحة، أيضا تحويلات التونسيين بالخارج صحيح هي مستقرة، ولكن العجز الميزان التجاري وهو المعضلة الكبرى. هناك صمت رهيب من قبل البنك المركزي ومن قبل أيضا الحكومة تجاه هذا العجز الميزان التجاري، باعتبار أن اليوم نسبة تغطية الواردات بالصادرات لا تتعدى 30%. نعم. وبالتالي 70% من هذه الواردات يتم تمويلها من قبل الاحتياطي من العملة الصعبة، وليس من قبل الموارد المالية للدولة
التونسية. أشرت إلى البنك المركزي التونسي، هو في الواقع تحدث اليوم وأصدر بيانا ينتقد فيه بشدة قانون الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته الحكومة ثم صادق عليه البرلمان، ويقول حرفيا أن هذا القانون يمس مبادئ وآليات عمل البنك وحتى أهدافه. كيف نفسر إذن هذا البيان من قبل البنك المركزي إزاء قانون أقره البرلمان؟ نعم، هذا القانون قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف وصفه وزير يعني المالية بالقانون الثوري. في المقابل يصدر اليوم بيان البنك المركزي الذي انتقد فيه هذا القانون ويقول أنه سيعرقل السياسة النقدية. ومرة أخرى نجد هذا الاختلاف والتضارب في المواقف بين السلطات التونسية، أي أن هذا الاختلاف لا يقتصر على باردو وكرتاج والقصبة، أيضا يعني البنك المركزي والسياسة النقدية اليوم عبرت عن انتقادها لهذا القانون بما يعني انتفاء التنسيق بين السلطات وخاصة بين السلطة التنفيذية والسلطة النقدية. انتقاد البنك المركزي لهذا القانون يأتي على خلفية عدم يعني تصريح السلطة التنفيذية عن مصادر تمويل هذا القانون، باعتبار أن جزء كبير من هذا القانون يعتني بالمؤسسات التي يعني تضررت من جائحة كورونا، وهناك خط تمويل سيتم توفيره بضمان الدولة بقيمة 3 مليار دينار. تمام. واليوم يبدو أن البنك المركزي مطالب بتوفير هذه الاعتمادات بضخ التمويل للاقتصاد الوطني، ونعلم موقف البنك المركزي أنه يرفض هذه السياسة باعتبارها تؤثر على نسبة التضخم، ونعلم يعني حرص البنك المركزي يعني حرصه على الضغط والسيطرة على نسبة التضخم على حساب يعني محركات النمو، على حساب يعني القطاعات المنتجة، على حساب الاستقرار الاجتماعي، على حساب الاستقرار الاقتصادي. هذا التعنت من البنك المركزي هو الذي سيشعل فتيل يعني الصراعات بين السلطة التنفيذية. طيب، هذه الصراعات سيدة جنات وهذا التناقض كما وصفتيه بين السياسات الحكومية والسياسات النقدية، كيف يمكن أن يؤثر على وضع تونس وهي تتفاوض على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي؟ نعم، هو يعكس حالة التشتت وحالة عدم وضوح الرؤية وغياب السياسات وغياب الاستراتيجية التي يمكن أن يتم في ظلها إدارة الأزمة المالية الخانقة. يعني هذا الاختلاف سيؤثر حتما على سمعة تونس وعلى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وتعلمون أن هذه المرة صندوق النقد الدولي طالب من الدولة التونسية أن يتم التنسيق بين جميع الأطراف بما في ذلك المنظمات المهنية والنقابية قبل الذهاب إلى واشنطن من أجل فتح باب المفاوضات للحصول على قرض جديد. وبالتالي يعني هذا البيان الصادر اليوم أو الموقف الصادر اليوم عن البنك المركزي سيؤثر سلبيا على المفاوضات الجارية والتي يعني تعول عليها الحكومة التونسية باعتبارها تأشيرة الخروج على السوق المالية العالمية، باعتبار كونه إذا حصلت يعني على موافقة الصندوق فإن النفاذ إلى السوق المالية العالمية سيكون يعني بكلفة أقل، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الرهيب الذي نعم شكرا. يعني لا يزال يعني يعيش تحته يعني الاقتصاد الوطني. الثلاثي الاول كانت هناك نسبه الانكماش الا 3%، ونعتقد ان الثلاثي الثاني ايضا هو في المنطقه السلبيه، وبالتالي حصول تونس على موافقه صندوق النقد الدولي اليوم تبقى في المنطقه الحمراء وتحت شكرا تهديد جزيلا. هذا التشتت في المواقف بين السلطة المعنية. نعم، الصحفية جنات بن عبد الله، شكرا جزيلا.